اللي هو ان انا اقدر احط سنترالين ميرور لبعض، واحد شغال لو لا قدر الله حصل دروب او حصل اي مشكله التاني يقوم في 45 ثانيه بيكون قايم وشغال على نفس كل حاجه كان شغال بيها الاولاني. طيب كلاود مانجمنت فور جراند ستريم، احنا اتكلمنا ان جراند ستريم عندها كلاود. طب انت قلت كمان ان في ابلكيشن كلاود لفايبر مي، فايبر مي حطت ابلكيشنز بس لسه السنترالات اللي عليها سيرفر كلاود اللانش بتاعها الشهر الجاي، فهي حاليا واحنا بنتكلم هي مش متاحه، لكن جراند ستريم متاحه تمام، نقدر نشتريها وتبقى شغاله موجوده بقالها 3 شهور. طيب ايه الكلاود مانجمنت؟ كلاود مانجمنت ان زي ما اتفقنا ان السوفت فون بتاعي هو كلاود، انا اقدر كمان الوجن على اي عده او اي سنترال خاص بيا في الشركه عن طريق اليو ار ال بتاعهم وادخل اليوزر نيم والباسورد، اقدر اعمل فول كونفجريشن. يعني اعتقد دي حته هتريح حضراتكم شويه لو انت قاعد في بيتك وقال الحقنا ده في مشكله في السنترال. طبيعي حضرتك نازل واخد عربيتك وراجع مقابله الشركه عشان تشوف المشكله فين. الا لو انت عامل شويه في بي ان وحاجات زي كده عشان تكونكت، لكن هنا الدنيا بتبقى اسرع شويه لان انت بتكونكت دايركت على اللي عليه عن طريق الكلاود. مفيش اي حاجه انترنت البيت، لو بالموبايل لو انت في الشارع حتى جنبك اي انترنت هتقدر تخش اليوزر نيم والباسورد على السنترال وتقدر ان انت تمانج السنترال او عدد البيت. طيب هنا كاتبين اوبن اي اي فور فايبر مي 5404 وده السنترال اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه، هنتعرف على البوينتس السلايد الجاي. في موديل في فايبر مي وحيد ضمن اليو سي امز كلها هم عاملينه للسمول بروجكتس، يعني للناس اللي بتعمل بروجكت صغيره، فهو مش هيروح يشتري مثلا عندي فروع مثلا صغيره عندك فروع ولا، وبياخدها كمان من حته اللي هو انا عندي سي ار ام او اي ار بي، انا مش هروح اشتري حاجه مثلا ب 200 300 الف جنيه، انا لسه بستغرب، فانا رايح اجيب سيستم مثلا من لوكال ماركت ب 20 30 الف جنيه، فانا عايز اعمل له انتجريشن مع السنترال سي ار ام خدمه العملاء او اي ار بي سيستم اربطه مع السنترال لاي سبب، فانا عامل ايه اوبن ايه اوبن اي اي عشان نقدر نخش نعدل بمنتهى السهوله ونربط ال هنقلب بقى هنتكلم على كل ال المودلز ال 5404 ده سمول بزنس يعني كام ده بيبدا مع حضرتك هو ده بينزل الديفولت بتاعه 60 يوزر وبيوصل اب تو 240 يوزر حسب وانت بتشتريه بتقول لي انت عايز ايه يعني وحضرتك بتشتري احنا بنفتح لك الافيلابيلتي بتاعته 60 120 240 هنا احنا عندنا المودلز بتاع فايبر مي والمودلز بتاع جراند ستريم. طيب هنبدا بفايبر مي، ده اول سنترال نزلته فايبر مي اسمه اف سي ال 630 اي. السنترال ده ما فيهوش اي بورتس خالص. السنترال 250 يوزر 50 كونكرنت كور. وده بنعتبر ان هو للسمول ميديوم بزنس. اقدر اوصل عليه عدد الجيت ويز اللي انا عايزها حسب الاف اكس بورتس اللي عندي. تاني موديل الاف سي ام 5404 ده سمول بزنس، يعني زي ما قلنا بيبدا ب 60 بيوصل ل 240 بس ده حتى الكول سنتر موديول بتاعه مش قوي، يعني انا في السوري انا في السلايد السلايد دي انا ما اتكلمتش على الكول سنتر موديول هو عدى مني انا هرجع له دلوقتي. الكول سنتر موديول عامه في الجراند ستريم او فايبر بي هو كول سنتر موديول محترم جدا، بيجيب لك تقارير مفصله عن المكالمات، يعني مين كلم مين الساعه كام ترد عليه امتى وقت المكالمه قد ايه ترد عليه امتى، يعني انا ممكن اتصل بحضرتك الساعه 4 بس انت تعمل بيك اب 4 و13 ثانيه بيديني بقدر اجيب الريبورتات دي على مستوى الايجنت على مستوى الكيو على مستوى رقم معين انا عايز اطلع كل الريبورتات بتاعته، فانا عندي كول سنتر موديول هنا محترم بلس ان انا بيبقى ممكن يبقى كمان معايا الكول سنتر مانجر اللي هو التشيرمان بتاع الكول سنتر يقدر هو طول ما هو قاعد يعني يبقى سامع المكالمات يقدر يعمل لها مونيتورنج ومش لازم يبقى قاعد لابس سماعه لا هو الانترفيس بتاعه بيخش يسمع اي مكالمه شغاله يقدر يوسبر في ود الايجنت وهو بيتكلم يقول له خد بالك انت بتتكلم غلط عدل الكلام بتاعك ويقدر كمان لو ده بيخرف يعمل له كيك اوت يطلعه بره المكالمه ويخش هو ياخد الكول ده كده. فهنا لما احنا اتكلمنا على 630 ايه فكل المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده في 630 ايه. ال 5404
لا هو السمول بزنس فالكول سنتر فوليوم بتاعه بيجيب لك تقارير المكالمات على مستوى الكيو، يعني ده دخل ده خرج وقت المكالمه قد كده، مش حاجات تفصيليه ومش هجيب على مستوى الايجنت ومش هعرف اسيرش رقم الموبايل. لكن هو نازل السنترال ده ب 4 اف اكس او، يعني بياخد 4 بورد 4 خطوط، نازل بسعر قليل، نازل اوبن اي اي، ده اتكلمنا عليه عشان اللي هو السمول بزنس، ده الحته بتاعت السمول بزنس، حد بيفتح فروع، حد عنده 15 20 يوزر، عايز بس يمانج الكولز، هو ده اللي عامل 10 جنيه. ال 5604 ده سوق، ده لسه هو ده اللي نازل الشهر الجاي، ده هيبقى فيه الفيتشرز بتاعت 630 اي، ومتضاف عليه الكلاود سيرفيس، بلس ان هو هيبقى 4 اف اكس او. نيجي لجراند ستريم واللي هي الاقرب. جراند ستريم عامله شويه فرايتس حلو. هتشتغل على جراند ستريم الاول؟ هتشتغل على جراند ستريم خالص؟ جراند ستريم لغايه 2019 او 2020 كانت بتنزل سيريس اسمها 6200، لو كلنا خدنا بالنا هنا 6300 300 300 2 سيريس. كانت بتنزل 6202 6204 6208. دول الستريم مودلز اللي كانت بتنزلهم في السيريز دي. اخر رقم دايما بيعبر عن عدد الاف اكس او، يعني 6202 2 اف اكس او و4 4 اف اكس او 8 8 اف اكس او. السنترالات دي كانت بتشتغل اوديو وفيديو، فكان الكوست بتاعها عالي شويه. وهنا هرجع اقول في ميزه جامده جدا عن الجراند ستريم وفايبر مي، ان هم دايما بيسمعوا لنا. يا جماعه احنا بنقابل مشكله في الماركت ان ده مثلا غالي عشان كذا، ان في مشكله في الحته الفلانيه، تلاقي على طول فيرم وير نزل يحدث، تلاقي فيرجن جديده نزلت تعالج الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا كنا بنعاني من السنترالات، ولسه القرار ما كانش عالي، كانت بعض الناس اللي في السمول او السمول ميديم بزنس كانت بتعاني مع السعر شويه. فجه في السيريس الجديده قال لك طيب احنا هنقسمها اثنين. احنا هنعمل اوديو وهنعمل اوديو وفيديو. فاللي اخره ايه؟ هو اختصار الاوديو اونلي. طيب ده 6300 ايه؟ ده زيرو، ده من غير ولا بوت. ده اثنين ايه؟ يبقى ده 2 اف اكس او و2 اف اكس اس. 4